تحت وطأة الغارات ومع توالي أوامر الإخلاء، خرج السكان من بيوتهم على غير هدى، يمشون مع الجموع حتى وصلوا إلى البحر، فكان الشاطئ ملاذهم الذي يظنون أنه أكثر أمناً من مراكز الإيواء التي لا تكفي لأعدادهم المتزايدة تباعاً. صار الإخلاء بالليل وارتعبنا وجينا طلعنا متنا متغنى، كيف ما تمشي العالم نمشي وراها لحتى ما وصلنا هون وشفتها هناك، فرسنا البطانية وعدنا. نزوح تلو النزوح، خاصة للسوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم ليجدوا أنفسهم يعيدون الكرة، لكن هذه المرة لا سقف يؤوي عائلات بأطفالها وكبارها ومرضاها وسط ندرة الخيام غير المؤهلة. دبير حسن ضاحي عبير حسن صاب ضرب ورانا بير حسن، اجينا لهون صرنا كل يوم ننام في الشوارع تحت الخيمه، انا واختي عيلتي زوجي معه نزف دماغي واولادي معاي، اولادي واحد معاه كلى وواحد معاه ربو. اكثر من مليون نازح في لبنان خلال ايام معدوده، متطوعون يحاولون مساعدة العائلات في تأمين قوت يومهم وتركيب لوم رافقة بسيطة تساعدهم في حاجاتهم الأساسية وسط تخوف من استمرار هذا الحال مع اقتراب الشتاء. يتلطف على وضعنا مثلاً، يلاقوا لنا مدرسة مثلاً كذا هيك، أي واحد يتعاطف على الأولاد الصغار هذول ويحس بوضعهم. امبارح أول امبارح شتت تحت المطر عادي،